يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة للجمعة الثالثة على التوالي التي أطلق عليها اسم جمعة رفع العلم، وستكون المسيرة على طول الحدود مع إسرائيل، ويتخللها رفع العلم الفلسطيني بالقرب من السياج الفاصل، ويتوقع مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة. تحدي جديد يخوضه الفلسطينيون المرابطون على الحدود بين غزة ودولات الاحتلال مع خروج مسيرات العودة الكبرى للأسبوع الثالث على التوالي. اللجان الشعبية الفلسطينية أكدت استمرارية هذه المسيرات كونها تحمل أهدافا وطنية وتتخذ من الطابع السلمي منهجا لها، وذلك في مواجهة آلة القتل والعنف وفوهات البنادق والقناصة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد شبان عزل. وحتى الساعة وبحسب بيانات الصحة الفلسطينية فإن أعداد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر، حتى باتت المستشفيات في غزة تكافح لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى. على المستوى العربي أجمع المشاركون في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للقضية العربية، ورفض أي قرارات تهدف إلى تغيير واقع الأراضي المحتلة وخاصة مدينة القدس الشريف. وقد حرصنا خلال العام الماضي جميعا أن تكون القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن وضعية القدس كأرض محتلة، وكذا عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تتعرض لتضييق غير مسبوق، بقيت هذه كلها على رأس قائمة أولويات العمل السياسي للجامعة العربية. القمة العادية 29 ستجدد تمسكها بالقوانين الأممية التي تمثل أساسا لتسوية نهائية عادلة تضمن قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. السلام خيارنا العربي الاستراتيجي، وسنقوم بدورنا كاملا لتحقيقه، لكن طريقه بينة أعلناها واضحة في مبادرة السلام العربية. إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967. يستمر تصدر القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى لبنود جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، تعبيرا عن الموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. توفير التمويل للسلطة الفلسطينية يمثل بندا مهما على جدول أعمال القمة، حيث ستتم مراجعة المبالغ التي تم تخصيصها في السابق لصالح إعادة الإعمار والتخفيف من تبعات الحصار الاقتصادي الإسرائيلي ومعاونة الفلسطينيين على الصمود.